هناك في انجلترا برضو، بمناسبه ان احنا بنتكلم يعني في انجلترا، في سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتاعت استون فيلا مثلا او جمهور استون فيلا على السوشيال ميديا ممكن يعني يبقى قوي جدا. يعني هل هناك فروق في السوشيال ميديا، في الاعلام، في ما بين انجلترا وما بين مصر؟ يعني احنا هنا زي ما انا بقول لك قاعدين فتره طويله، ناس قعدت فتره طويله بيخبطوا في الراجل وهو بياخد بطولات كتيره، زي يعني كل اسبوعين ثلاثه بطوله يعني بيقطعوا فيه برضه لغايه وقت قريب. يعني دلوقتي هل بيحصل ده في انجلترا عموما مش لازم في استون فيلا؟ يعني هو بيبقى الانتقاد في اي انتقادات في كل حته، بس هنا الانتقاد بيبقى قوي، بيبقى كتير. هناك مهما كان النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي جمهوره كبير، يعني بنتكلم في ملايين ملايين ملايين، فطبعا مش كل حاجه تبقى زي ما انت عايز. هتلاقي كل واحد طبعا. احنا ما شاء الله بلدنا كلها كله بيتكلم مديرين يعني فنيين بالظبط. انما هناك هو بينتقدك بس بيقول اكيد هو شايف حاجه احنا مش شايفينها، بس انتقادات في كل حته. بس هنا الموضوع اتقل شويه.